أحد المهمات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية هي أن تستولي على المستعمرات التي كانت للإنجليز والفرنسيين. كويس. وده أصل الصراع اللي بين الاتحاد السوفيتي والأمريكان، مين اللي يقدر يارس تركة الاستعمار القديم. تمام. وهنا بالمناسبة هنط نطة صغيرة كده، محمد حسن هيكل في كتابه قطع ذيل الأسد المنشور باللغة الإنجليزية اللي هو قصة السويس باللغة العربية، بيقول في النسخة الإنجليزية انه انقلاب يوليو في مصر ما كانش الا الأداة التي ازاحت الاستعمار القديم لحساب الاستعمار الجديد. انقلاب يوليو، انقلاب يوليو قال عليه انقلاب. نعم. وحتى وثائق المخابرات الأمريكية لما خرجت فيما بعد بتتكلم عن ان انقلاب يوليو ده بيسموه المكنسة. المكنسة يعني كنس الاستعمار الإنجليزي القديم لحساب لحساب الاستعمار الجديد وهو الاستعمار الأمريكي.